السلام عليكم، معاكم كابتن جاكسون. اهلا بيكم في حلقه جديده ومهمه جدا، وناس كتير سالتني عنها، حلقه الفري بادي ويت، تمارين المقاومه. يعني ايه يا كوتش؟ يعني هتلعب جيم بوزن جسمك كله، فورمتك مش هتضيع وهتزود الحجم العضلي في البيت. هل ينفع تاخد مكملات غذائيه وانت بتتمرن في البيت؟ فوائد تمارين المقاومه للالعاب القتاليه والجماعيه وتاهيل الكليات والمعاهد العسكريه، العضلات المستهدفه من كل تمرين من تمارين المقاومه. سر فورمتك مش هتضيع الفشل العضلي. يعني ايه يا كوتش الفشل العضلي؟ يعني انت لما تيجي تتمرن تمارين المقاومه لازم تجيب اخرك لدرجه اللي انت مش قادر تجيب عده تانية. هو ده الفشل العضلي. انت كده واحده واحده هتلاقي نفسك ايه، بتزيد وبتتحسن. بالنسبه بقى للزياده العضليه الحقيقيه الملحوظه، لازم تحط اوزان وانت بتتمرن. يعني سي مثلا لو انت بتلعب عقله وانت مثلا خلاص جبت عدات كويسه جدا، بقى ليك رقم قياسي، يعني جبت 50 عده عقله مثلا، خلاص انت كده بقيت كويس قوي، فهتضطر ان انت تجيب ايه، حزام اوزان وتحط فيه اوزان وتلعب برده ال 50 عده، او تخليهم مثلا 40 عده، ومره ورا مره او تمرينه ورا تمرينه هتلاقي نفسك ايه، احسن وبتجيب عدات اكتر وتعمل لنفسك رقم قياسي وتحدى نفسك. يعني لو النهارده جبت 20 عده، تاني يوم تجيب مثلا 21. لو جبت ال 20 مثلا وانت جاي طالع حتى لو نص طلعه، في يوم من الايام هتلاقي الرقم القياسي للجهاز العصبي المركزي بتاعك بيزيد. فلما يزيد انت هتتحسن، بس الموضوع بيبقى صعب شويه في الاول لان انت مش متعود على تمارين المقاومه وهي محتاجه روتين شويه. بالنسبه للمكملات الغذائيه لتمارين المقاومه، تمارين المقاومه ليها مكملات غذائيه خاصه شويه. ما ينفعش ان انت تاخد كرياتين او تاخد حاجه يعني قويه على جسمك شويه، لازم تبقى عايزه احمال، عايزه اوزان تقيله وعايزه تمارين قويه جدا. فمثلا الكرياتين لازم جيم، البري ورك اوت لازم جيم. بالنسبه بقى لتمارين المقاومه، ممكن انت تاخد مثلا مستين وكوبايه قهوه قبل التمرين، وتاخد بي سي دبل اي اثناء التمرين، مش مشكله عادي، سكوب 5 جرام في الشيكر بتاعك وايه، يحسن الاداء بتاعك. يعني تشربه وانت بتتمرن ومش كتير، هو كده كده يبقى على 250 مللي ميه، ف 250 مللي ميه وانت اصلا هتحس ان انت عطشان، فاشرب بي سي دبل اي عادي. بعد التمرين ممكن تاخد ايه، بروتين مصل اللبن، بروتين مصل اللبن اللي هو واي بروتين جولد ستاندر او هايدرو واي. بس يعني الموضوع بسيط جدا، وخد اوميجا 3 برضو مره الصبح مره بالليل، كويس قوي. لكن اي حاجه تانية ما ينفعش اللي انت تاخدها علشان ما تضرش نفسك. فوائد تمرين المقاومه للالعاب القتاليه والالعاب الجماعيه والتاهيل للكليات والمعاهد العسكريه، حاجات كتير قوي. احسن حاجه ليها اللي هي بتعلي المرونه، بتعلي المرونه لان الجيم بيقلل المرونه في الجسم. يعني انت مش هتقدر اللي انت تلعب ضغط وعقله برضو بشكل كويس او بعدد كتير، فانت لازم تلعب تمارين المقاومه. ده افضل تمارين اصلا للالعاب القتاليه والالعاب الجماعيه والتاهيل للكليات العسكريه والمعاهد العسكريه، اللي انت تلعب تمارين المقاومه اللي هي العقله والضغط والمتوازي والكارديو والبطن. بالنسبه للعضلات المستهدفه من تمارين المقاومه، هتلعب ضغط. الضغط بيقوي عضله الصدر والتراي والكتف. بالنسبه للعقله بتقوي الظهر والكتف والباي. بالنسبه للمتوازي بيقوي الكتف كله، التلات فصوص امامي وخلفي وجانبي، وبتقوي عضلة الصدر وبتقوي التراي. بالنسبة للبطن بتلعبه بشكل مركز شوية. يعني بشكل مركز شوية يعني بتلعب بطن سفلي لوحدها، بطن علوي لوحدها، والجانبيات لوحدها، او ممكن تلعبهم سوبر ست ببعض. بعد كده بتلعب اطالات رجل وبتلعب سمنة على سلم مثلا او على اي حاجة تبقى فري ويت، يعني بتلعب بس بوزن جسمك على سلم ولا حاجة بتلعب. بس اخر حاجه بتلعبها بتلعب الكارديو عالي الشده مش منخفض الشده. طب ليه عالي الشده؟ علشان يقوي بقى ايه، العضلات الاماميه للرجل والعضلات الخلفيه للرجل والسمنه بشكل عام. يعني رجلك كلها بتتقوى علشان انت بتلعب عالي الشده، يعني انت بتزود سرعه المشايه. بس لان انت لو نزلت سرعه المشايه يبقى انت كده ماشي على دايت، مش بتتمرن تمارين مقاومه. يعني انت لازم تبقى شقيان وانت بتجري، تمام؟ لان كمان الوقت بتاعه بيبقى من 15 ل 20 دقيقه او ممكن 10 دقايق لو انت تعبان قوي يعني، ويوم بعد يوم بتلاقي نفسك بتزيد يعني بتتحسن. اول تمرين من تمارين المقاومه تمرين الضغط. تمرين الضغط ثلاث انواع، من الصعب للسهل. يعني ايه؟ يعني انت بيبقى عندك باور عالي قوي فبتقدر اللي انت تلعب الصعب، لان انت لو بدات بالسهل مش هتقدر تلعب الصعب. يعني ايه يا كوتش الكلام ده؟ انا اقول لك يعني ايه. يعني انت هتلعب اول نوع من تمرين الضغط، رجلك على كرسي وايدك اللي على الارض. بعد كده النوع الثاني اسهل شويه، رجلك على اللي على الارض وايدك على الارض. بعد كده النوع الثالث رجلك على الارض وايدك اللي على الكرسي، اللي هو السهل خالص، بس البامب في عضله البنج عندك بتبقى عالي قوي.
هتلعب دور واحد من كل نوع في الفشل العضلي بتاعك، اللي هو اعلى عدد عندك بتقدر تجيبه، بعد كده ما بتقدرش تجيب تاني. تاني نوع من تمارين المقاومة تمرين العقلة، والعقلة برضه 3 أنواع: عادي بتلعب عادي اللي هو الواسع بتركز على عضلة الظهر، بعد كده مقلوب بس بيبقى ضيق بتركز على عضلة الباي، بعد كده 11 بتركز على عضلة الكتف. بتلعب دور واحد في الفشل العضلي بتاعك، بتجيب آخرك في كل نوع من أنواع العقلة. ثالث نوع من تمارين المقاومة تمرين المتوازي. التمرين المتوازي مفيد جدا وصعب جدا في نفس الوقت، لأن هو يعتبر شبيه لتمرين الضغط، بس تمرين الضغط بتبقى إيدك على الأرض ورجلك على الأرض فبيساعده معاك، لكن تمرين المتوازي بتبقى إيدك بس اللي على المتوازي ورجلك في الهواء. وفي معلومة مهمة جدا، لو أنت ما عندكش متوازي في البيت ممكن تحط كرسيين وتلعب عليهم، اتصرف يعني، هي هي على فكرة يعني، مش مشكلة يعني، لو الإمكانية سامحة معاك اشتري متوازي، لو الإمكانية مش سامحة معاك كرسيين وابتدي وتمر. التمرين المتوازي 3 أنواع: أول نوع ليك بيبقى صدرك لقدام ورجلك لورا وبتنزل وبتطلع، تاني نوع بيبقى أنت مستقيم يعني رجلك مفرودة وصدرك مفرود برضو بتنزل وبتطلع، تالت نوع بيبقى صدرك لقدام ورجلك لقدام. ده هما دول 3 أنواع، بتجيب أقصى عدد عندك لحد ما توصل للفشل العضلي، إن أنت متقدرش تجيب واحدة تاني، يعني كل نوع بتجيب دور واحد بس. رابع تمرين من تمارين المقاومة تمرين البطن. بالنسبة لتمرين البطن هنبدأ من تحت لفوق، من السفلي بعد كده العلوي بعد كده الجانبيات. بالنسبة للسفلي هتلعب على العقلة، هتلعب على العقلة، هتمسك العقلة وهتفرد رجلك للآخر، هتلعبها سوبر ست. لما تجيب آخرك وتجيب الفشل العضلي بتاعك وانت فارد رجليك، هتروح جاي وانت زي ما انت ما تسيبش العقلة تروح جاي تاني ركبتك وتكمل. لما تتني ركبتك الحمل هيخف شوية بس هتقدر تجيب تاني، تروح جاي مكمل برضه تجيب الفشل العضلي بتاعك، يعني هتمسك العقله وهتروح جاي فارد ركبتك فارد رجليك ورافع، هتجيب للاخر لحد الفشل العضلي، اخر عدة انت خلاص مش قادر تجيب تاني تروح جاي تاني ركبتك، تتني ركبتك وتكمل. يبقى هو ده دور، هتلعب دور واحد بس لحد الفشل العضلي بتاعك، هتلعبه سوبر ست. بالنسبه للبطن العلوي هتنام على الارض وهتشبك رجليك في اي حاجه مش رجلك بس، سواء عايز تتني رجلك او تفردها، بس يستحسن ان انت ايه تتني ركبتك تمام، وهتروح جاي مشبك مشط رجلك في اي حاجه وهتلعب، تطلع للاخر تجيب برضو الفشل العضلي، هتلعبها سوبر ست. لما تطلع للاخر وتخلص الفشل العضلي بتاعك اللي انت مش قادر تطلع عده كمان، تروح جاي طالع نص عده، تطلع نص عده لحد ما تجيب الفشل العضلي بتاعك. بعد كده يبقى فاضل الجانبيات. الجانبيات هتنام على الارض وهتحط ايدك ورا دماغك وهتلمس كوعك لركبتك وكوعك التاني للركبه التانيه وهكذا لحد ما تتعب وتجيب الفشل العضلي بتاعك. بعد كده تروح جاي لاعب تمسك ازازه ميه وتحط مشط رجلك في اي حاجه، تمسك ازازه ميه وتلف بيها لحد ما تجيب برضو اخرك، يبقى تلعب سفلي بعد كده علوي بعد كده جانبيه.
بس تمرين من تمارين المقاومه اطالات الرجل الخلفي. يعني ايه اطالات الرجل الخلفي؟ يعني انت هتفرد ركبتك وهتفرد رجليك وتنزل للاخر وتطلع للاخر، لازم تحس بالم وتقطيع في العضله الخلفيه لرجلك، لازم. يعني انت لو تنيت ركبتك وانت نازل مش هتحس ان انت بتعمل حاجه، هتبقى بتضحك على نفسك. تمام. تمرين اطالات الرجل ليه نوعين، النوع الاول رجلك بتبقى واسعه على وضع سبعه وبتنزل وتطلع لحد ما تجيب الفشل العضلي بتاعك، بعد كده لما تخلص الفشل العضلي اللي انت مش قادر تلعب تاني بتثبت تحت وركبتك بتبقى مفروده. بعد كده النوع التاني بتبقى رجليك 11 وبتنزل وتطلع لحد ما تجيب الفشل العضلي بتاعك، بعد كده تفضل ثابت تحت شويه وركبتك مفروده لحد ما تقطع العضله خالص. التمرين السادس والاخير من تمارين المقاومه، هتلعب سمانه وهتجري على التريد ميل من 15 ل 20 دقيقه عالي الشده، او تنط الحبل من 15 ل 20 دقيقه برضه عالي الشده. بالنسبه للسمانه برضه ثلاث انواع، وضع 7، وضع 11، وضع 8. وضع 7 رجلك بتبقى واسعه، ووضع 8 رجلك بتبقى واسعه. بالنسبه لوضع 11 رجلك بتبقى ضيقه لازقه في بعضها. بالنسبه للسبعه هتجيب الفشل العضلي بتاعك، بعد كده تنقل لل 11 من غير ما تريح وتجيب الفشل العضلي، بعد كده تنقل للسبعه للثمانيه تاني وتجيب الفشل العضلي. يعني السمانه هتلعبها سوبر، بعد كده تنزل على التريد ميل او المشايه او تنزل على الحبل، تجيب من 15 دقيقه ل 20 دقيقه عالي الشده. ما تنساش ان انت تلعب عالي الشده علشان عضلات الرجل الامامي وعضلات الرجل الخلفي والسمانه، يعني انت بتجمع رجلك كلها في التمرينه دي. كده احنا خلصنا الفيديو، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي فاتت وتتفرج على الحلقات اللي جاية. السلام عليكم.